خلف الغزو الأمريكي للعراق الذي بدأ قبل 20 عاما معدلات إصابة بسرطان الدم أسوأ من تلك التي نتجت عن كارثة هيروشيما وفقا لما أكدته عدة دراسات. ورغم ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان لا يجد المرضى الرعاية الكافية على مستوى المراكز والأدوية كما هو الحال في المستشفى الوطني للأورام وأمراض الدم في النجف. النسبة اللي حصلت أو زيادة عدد الأمراض السرطانية طبعا تضاهي نسبة الزيادة في بعض الدول أو بالشرق الأوسط، هذا ما قورن أكيد هو الأسباب أنه ممكن زيادة نسبة الإشعاع الحادث، تأثير الحروب اللي صار، استعمال المواد الحافظة. ويواجه مرضى السرطان صعوبة في الحصول على دور للمعاينة بسبب الأعداد الكبيرة التي تأتي من مختلف المحافظات. احنا هنا المعاناه تعبانه كلش، يعني بالنسبه لي انا احكي عن نفسي، الجرعه كل 12 يوم اشتريها انا من برا، الجرعه 150,000. المعامله مال الاطباء جيده، احنا ما نقول مو جيده، الاطباء مش بديهم، احنا نحتب على الدوله، نحتب على وزاره الصحه، لان علاج ما توفره، يقول لك انا شبيد، انا موظف هنا، شو اريد اسوي لك يعني؟ ان هناك بعض تلكئات عند وزاره الصحه وبعض المحافظات يقولون اكو علاجات خاصه للامراض السرطانيه، توجد علاجات لكن ندخل المستشفى نفاجئ بهذا الامر، علاجاتنا تكون خارج المستشفى من المواد الكيميائيه اللي هي جرع نشتريها من صيدليات خاصه. أدوية علاج السرطان مكلفة جدا ولا توفرها الحكومة، لذلك لا يستطيع الفقراء تأمينها مستسلمين لتفشي المرض بأجسادهم. أنا اليوم حاجك يوم 16/5/2023 أنا مشتري هاي الإبرة أكسبران، يعرفونها أهل الاختصاص، هاي 110,000 دينار، الإبرتين هسا اشتريتهن 220. وين وزارة الصحة؟ وين وزير الصحة اللي يقول العلاج متوفر؟ اللي استبشرنا بالسوداني قال قبل 6 أشهر راح أوفر العلاجات وهذا الشريان الأساسي للمواطن. هسا يوم 16/9 أنا حاجك 16/5/2023 هاي مشتريها 220,000 إكسبران، يعرفونها للعلاجات والاختصاصات، ما متوفرة بالمستشفى، المدير موجود هسا، الإدارة موجود، هذا العلاج ما متوفر، منين تجيبونه؟ يقول وزارة الصحة ما موفرته لنا، لأنه مو اختصاص، هو هذا اللي جاي وزير الصحة مو اختصاصه. هذا جاي من حزب، جاي من كتلة، ما جاء طريق اختصاص وجاي يعرف الإدارات والمستشفيات. يدفع العراقيون يوميا فاتورة غزو لم تقتصر آثاره على الجيل الحالي بل تمتد إلى الأجيال القادمة.